بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. والإمام البخاري مولود سنة كام؟ 194 هجري، ودفئ ومات سنة كام؟ 256، عنده 62 سنة، مات وعنده 62 عام. اتولد في بخارى سنة 194 هجري، فنسب إليها، ومات في خرتنك مدينة بجوار بخارى، وله قبر ومسجد يزار، نسأل الله أن ييسر لنا زيارته إن شاء الله، وهي موجودة في جمهورية أوزبكستان حاليا، في جمهورية أوزبكستان، فنسأل الله أن ييسر لنا زيارته وقراءة الصحيح بجوار قبره إن شاء الله. الباب 50 من الكتاب 34 كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق. السخب والصخب بالصاد والسين لغتان صحيحتان، وهو رفع الصوت، رفع الصوت والجلبة. يبقى السخب تتكتب بالسين وتتكتب بالصاد، زي يبسطه تتكتب بالصاد والسين، يبقى ايه؟ كراهية السخب في السوق، وهي رفع الصوت حال البيع والشراء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 63 بعد 100 و2000، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرز يعني أمان وحصن، حرزا للأميين يعني أمان وحصن، فمن تحصن برسول الله حصنه الله، ومن استأمن برسول الله أمنه الله. وحرزا للأميين، وهي صفة العرب في الكتب القديمة، العرب اسمهم الأميين لأنه يخرج منهم ومنسوب لهم، فهو نبي عربي، تهامي، حجازي، قرشي. وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في السوق. والفظ اللي هو القاسي، والغليظ اللي هو جافي الطبع، ولا سخاب في السوق يعني صياح في الأسواق. فكون النبي ليس بصياح في الأسواق والنبي على مكارم الأخلاق، دل على أن السخب في السوق مكروه لأنه يخالف الأدب النبوي، فجاب الحديث مخصوص عشان الجملة دي. ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني لا يعامل الإساءة بالإساءة، بل كان يعفو عن الإساءة ويقابلها بالإحسان صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء،
ايه هي الملة العوجاء؟ ملة سيدنا ابراهيم. صارت عوجاء بسبب ان العرب حذفوا منها واضافوا اليها وبدلوها في امور كثيرة، فبقت اسمها الملة العوجاء، اعوجت. اعوجت لطول العهد والمسافة بينها وبين بعثة النبي، فأدخلوا فيها ما ليس منها، حتى أنهم عبدوا الأصنام حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها يعني بهذه الملة أو الديانة أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أعينا عميا، عميا يعني عن إيه؟ عن رؤية الحق. وآذانا صما أي صما عن سماع ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وقلوبا غلفا يعني لا تفقه مراد الله من العباد. تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. يعني أي شيء في غلاف، في جراب يعني، في غلاف يسموه إيه أغلف. باب الكيل عن على البائع والمعطي. يعني انت دلوقتي لما بتشتري، مين اللي يوزن ومين اللي يكيل؟ البائع هو اللي بيوزن لك وهو اللي بيكيل، مش كده برضو؟ ولا انت اللي بتخش توزن؟ لو تنازل البائع لك ان تفعل ذلك، ليس واجبا على البائع لكنه هو مسؤول عن ذلك. يعني لو كان الميزان بمؤنة يعني بأجر فيكون على البائع، ادي معنى. لكن القائم بها ما يجراش حاجة. افرض ان البائع بيقول للناس حطت البضاعة كده وكل واحد ايه يكيل وياخد، لما يبقى في امان يعني وامانة بين الناس ما فيش مان. لكن لو كانت فيها كلفة ومؤنة تمن، هيأجر ناس يوزنوا ويديهم اجرة. طب مين اللي هيدفع اجرة اللي بيزن ويكيل؟ البائع، مش على المشتري. فهمت بقى؟ باب الكيل على البائع، يعني مؤنة الكيل على البائع. مؤنته يعني تكاليف مصاريفه. والمعطي، والمعطي برضو لما بيؤدي الدين. انا بأدي ديني لك وكنت استدنت منك شيئا يكال، فيبقى الكيل على الذي يؤدي الدين مش على اللي بياخذ، اللي على الدائن. واحنا عندنا دين، الدين بيبقى في دائن ومدين، مش كده؟ المدين ده هو المعطي، فيبقى الكيل يكون على مين؟ على المدين. لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني كالوا لهم ووزنوا لهم. كالوهم يعني إيه؟ يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم. كقوله تعالى: يسمعونكم، يعني يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا، اشترى جملا ومن بعض الانصار، وجم ياخذوا ثمنه، فادخلهم في المخزن عنده في التمر، ومعه خادم المخزن، وقال لهم: اكتالوا حتى تستوفوا اجركم. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه، يذكر دي اسمها ايه؟ تعليق بصيغة التمريض، التضعيف يعني. يعني دليل انها لم تصح على شرطه، الا انها يحتج بها اجمالا كده، يحتج بها بالرغم لانه رواها في الصحيح، لكن هو ما يقول يذكر معناها لم تصح على شرطه. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت فكل، الأمر الكيل هنا لمين؟ للبائع. وإذا ابتعت يعني اشتريت، فاكتل يعني اطلب له أن يكيل لك.
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله خير. وعنه به قال، وعنه به قال، يعني عن البخاري به أي بإسنادنا إليه، قال أي قال شيخ الإمام البخاري. لأن الناس بتسأل يقول لك يعني إيه عنه به، إيه عنه به دي، الناس سألوني كده حاجة غريبة، ما أنا واضحة. ها، عنه يعني عن صاحب التصنيف، به أي بإسنادنا إليه. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، يعني اشترى طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. يبقى إذا اشتريت طعام يعني مأكول أو مشروب لا تتصرف فيه حتى إيه، حتى تستوفيه كيلا أو وزنا، عشان يبقى في حيازتك. يعني هتبيع الحاجة قبل ما تستلمها، فهمت؟ يعني لابد أن يتم القبض وضبط الكيل والوزن قبل أن تتصرف فيما اشتريته. أدي معنى الكلام، من ابتاع يعني اشترى طعاما يعني فلا يبيعه، يعني يتصرف فيه بالبيع حتى يستوفيه كيلا كان أو وزنا. وعنه به قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو أبو جابر وعليه دين، توفي مستشهدا إيه في إيه في أحد، وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائي. استعان بغير الله، الله، استعنت النبي، الرسول مش بيقول كده إيه؟ إذا استعانك فأعنه، المسلم أخو المسلم، فإذا استعانك فأعنه. واخد بالك؟ يبقى الاستعانة لها معنى مجازي ولها معنى حقيقي. الاستعانة بالمعنى المجازي هو الأخذ بالأسباب، إنك تطلب مساعدة أخيك، لكن المعنى الحقيقي هو توكل القلب وطلب العون من الله. فلا تعارض بين الحقيقة في القلب وبين الشريعة في الجوارح. لكن الجماعة الوهابية ما يفهموش الحاجات الدقيقة دي، عندهم غباوة شوية، فاهم؟ فيقول لك شوف استعان بغير الله مشرك، ايه ده؟ ده أخذ بالأسباب، فاهم؟ يبقى الاستعانة بغير الله يعني أخذا بالأسباب تعبدا، لكن القلب متوكل على الله. لأن من الذي خلق الذي يعينك؟ مش ربنا برضو؟ يبقى هو ربنا اللي أعانك، بس على يد من شاء من عباده. فمن حيث الحقيقة اللي أعانك هو ربك، لأنه كل عبد قائم بربه، ولا قائم بنفسه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فيبقى أنت لما تيجي تساعدني مين اللي ساعدني في الحقيقة؟ هو الله، لأن أنت قائم بالله. يبقى اللي ساعدنا الله، بس على يدك. أراد الله أن يتفضل عليك فيعطيك ثواب مساعدة أخيك. أدي كل الحكاية. وعشان كده ايه الصوفية اللي فيهم مزية ايه؟ ان هو يعامل الحق في الخلق، يبقى قاعد بيتعامل مع الناس ولكن هو بقلبه بيعامل الله. ادي ميزة الصوفية بقى، اللي هو فأينما تولوا فثم وجه الله، يبقى عايش مع الخلق ويعاملهم ويكلمهم، هو في الحقيقة بيكلم الحق وبيتعامل مع الحق بس في صورة الخلق. ادي كل، لماذا؟ لأن الخلق قائمين بربهم. ادي كل الحكاية. يعني اللي بيستعين بالنبي ده بيستعين بالله في الحقيقة، لأن النبي ده رسول الله، هو لو أعانه هيعينه بقوة الله. وأنت ليك قوة أصلا؟ هو النبي ده ليه قوة ذاتية ولا في مخلوق له قوة ذاتية؟ يبقى القوة جاية من الله، فهمت بقى المسألة؟ على صورة من شاء من عباده. أدي كل الحكاية، كل الحكاية سهلة يعني، على الله يفهمه. فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه، يعني غرماء أبيه، يعني دائني أبيه. يبقى أبوه مات وسايب له ديون على يهود وغير يهود، فراح للرسول صلى الله عليه وسلم علشان إيه؟ يستأذن لغرمائه إني قسطوا عليه الدين شوية على كذا إيه؟ مرة عشان يسددوا له. فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، يعني يتنازلوا عن جزء من حقه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، ما وافقوش، كان كثير منهم يهود
وقالوا لا نتنازل ليه، حقنا ناخده كويس. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة. عذق زيد ده نوع من التمر الرديء اسمه عذق زيد. قال له ايه؟ قال له طب انت روح وقت جزاز التمر سايب له شوية نخلات كده يدوب بتسمر تمر بسيط ودين ابوه ما يكفيش التمر اللي هيجي ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فايه فصنف تمرك، يعني ايه بعد ما تقطعه كده حط التمر الجيد في مكان والتمر الرديء في مكان وانا جاي لك. فصنف تمرك اصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم ارسل الي. قبل ما تدي الدين للناس ترسل الي اولا. ففعلت، ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على اعلاه او في وسطه، ثم قال كل القوم. اي يبقى هنا المعطي اللي هو بيسدد الدين عليه الكيل اهو، قال له كل القوم، فهم؟ قال كل القوم، فكلتهم حتى اوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كانه لم ينقص منه شيء. ودي علامه ومعجزه كبيره من علامات نبوه نبينا، وهو تكثير القليل بوجوده الشريف صلى الله عليه وسلم، تكثير القليل لدرجة ان هو سدد دين ابوه، وكان دين ابوه ده كمية ضخمة جدا اكتر من اللي قدامه ده اضعاف مضاعف، سدد لهم ووفاهم واتبقى كما هو. الله، ايه ده؟ بيغرف يا عم من ايه؟ من كنز النبي، وكنز النبي من الله، كان النبي غنى بالله، فكان حتى يطعم الجيش الكبير من حفن الطعام صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل القوم، فكلتهم حتى اوفيتهم. هو جايب الامام البخاري كل القصه دي ليه؟ عشان كل القوم بس في الباب ده، ان الكيل يكون على المعطي. قال كل القوم فكلتهم حتى اوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كانه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ لهم فأوفي لهم. جذ يعني اقطع العزق من النخلة، جذ لهم يعني الأول اقطع وصنف وكيل. أدي معنا، يبقى الجذاذ هو قطع الثمر من على الشجر، الجذاذ. جذ لهم فأوفي له، جذ له فأوفي له. باب ما يستحب من الكيل. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد وعن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. عند البيع والشراء كيلوا طعامكم يبارك لكم في بيعكم وفي شرائكم، فهمت؟ لكن وردت أحاديث أن النبي نهى عن الكيل. نجمع بينها إزاي؟ أي نهى عن الكيل إذا كنت مستهلكا لما تأكل، يعني أنت عندك شوار رز خد منه من غير ما تكيل بالبركة كده واطبخ، يقوم إيه ربنا يبارك فيه. لكن هتبيع او تشتري كيل بقى عشان تستوفي حقك، فاهم؟ يبقى الامر بالكيل حال البيع والشراء، والنهي عن الكيل حال الاستهلاك. يبقى لما تستهلك، لان سيدتنا عائشة كان لها ايه؟ كانت عندها جراب فيه شعير من ايه؟ من ايام ما كان النبي لسه عايش، وكانت تؤمر ايه؟ خادمتها او جاريتها تاخد من الكيس وتعجن وتخبز. قعدت كده شهور طويلة وجراب قد كده، تعجبت البنت الجارية، تعجبت ايه ده وما بيخلصش ده وليه، راحت مفضياه كده وكلته خلص. قام سيدتنا عائشة قال لو تركتيه لظل كما كان، فهمت؟ يبقى ايه؟ يبقى كيل الطعام عند الاستهلاك ينزع البركة، ادي هو عايز يقول لك كده. لكن كيله عند البيع والشراء تحدث فيه البركة. ليه؟ لأن هنا بتستوفي الحق
وهنا ايه بتسحب من فضل الله. فهمت؟ يبقى ما فيش تناقض بين الاحاديث يعني. كيلوا طعامكم اي حال بيعكم وشرائكم، يبارك لكم اي في بيعكم وشرائكم. باب بركة طعام صاع النبي، بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي اللي هو صاع اهل المدينة في عصر النبي سموه صاع النبي. وايه؟ ومد النبي برضه. وعن ابي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها. هو ابراهيم اللي حرم مكة؟ لا، يعني اعلن واشهر حرمتها، لكن اللي حرم مكة ربنا. لكن ايه اللي حرمها ابراهيم؟ يعني اشهر حرمتها، اعلن حرمتها بعدما نسي ذلك الناس. ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها، مثل ما دعا ابراهيم عليه السلام لمكة. وطبعا الحديث فيه اختصار لانه في احاديث تانية قال ايه ضعفي ما في مكة من ايه من البركة. وعن ابي قال حدثني عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم. بارك لهم يعني الأهل المدينة، يتكلم على المدينة، بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تجد بركة في إيه؟ في كيل المدينة وفي طعام المدينة لكل من عاش هناك إلى يومنا هذا، يجدها واضحة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحكرة اللي هو ايه؟ يعني جاية من الاحتكار. يعني ايه الاحتكار؟ انك انت تشتري الطعام او البضائع في وقت الرخص ثم تخزنها حتى تبيعها في وقت الغلاء. فاهم؟ فتضيق على الناس. يبقى هو ده اذا كان في الطعام والشراب والقوت حرام بالاجماع، اذا كان في غيره يدور بين ايه؟ بين الحرمة والكراهة. وبعض العلماء قال هو مباح طالما في غير القوت. فهم؟ لكن انا اميل انه هو الاحتكار حرام مطلقا وفي القوت اشد. يعني يحتكر يعني يجمع كل البضائع اللي في السوق ويجعلها عنده حتى تقل في السوق وتشح فيرتفع سعرها ثم يعرضها. الطريقه دي فيها ايه؟ فيها مشقه على الناس، فنهى النبي عن ذلك. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكره. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. إيه يعني يشترون الطعام مجازفة؟ يعني بغير كيل. جزاف، بيع جزاف يعني كده، يعني بالجملة كده. كويس؟ فالنبي كان يمنع أن يبيع الطعام الذي اشتراه جزافا حتى يستوفيه الاول كيلا او وزنا. فهمت بقى ازاي؟ الاول يستوفيه كيلا او وزنا ثم يبيعه. لكن ما ينفعش اشتريه جزافا وابيعه على ما هو عليه. ليه؟ لان هنا ممكن يحصل نوع من الغبن. نوع من الغبن يعني ايه؟ يعني ظلم احد الاطراف. يعني انا لو حطيت الطعام كومه كده وكانت الارض تحتيه عاليه. فانا افتكر ان الكومه دي كبيره قوي. وهي اصلا ده الارض تحتيه عالي. ففهمت ازاي؟ بنظري عيني كده افتكر انها كومه كبيره، اجي اشيل الاقي تحتها الارض هي اللي عاليه، وان الطعام ده قليل، مش كده برضو؟
لكن لما تاخدها كيلا وتقبضها تعرف حقك، وبعدين لما تبيع تبيع على نور، فهمت؟ وعلى بين. فنهى النبي ان ايه، ان الانسان يشتري الطعام جزاف ويبيعه قبل ان يقبضه، يعني يستوفي ويصير في حيازته وينقله من مكانه، علشان عند نقله يتضح له حجمه الحقيقي، علشان لا تبيع ايه المجهول كيلا او وزنا. لابد العلم بالمبيع كيلا او وزنا او ايه او جودة او صنفا او غير ذلك، لان العلم بالمبيع شرط من شروط صحة البيع. لان هنيجي بعد كده نقرأ ايه انواع البيوع اللي فيها غبن. غبن يعني فيها نوع من الظلم، يعني من بين انواع البيوع اللي فيها غبن ايه؟ الجهل بالمبيع. قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل ان كان في اشراف على الاسواق في عصر النبي حتى لا يظلم الناس بعضهم البعض، فهنا في ايه اشراف ورقابة، يعني رقابة من قبل الحاكم على الاسواق حتى تنضبط حركة الاسواق فلا يحدث فيها غش يعني. وحاليا موجودة هذه الرقابة، رقابة التموين ورقابة الصحة ورقابة حاجات دي، في ما ايه في مصالح كثيرة بتراقب الأسواق، ولكن للأسف عشان الرشوة بتحصل للموظفين تقوم الأسواق برضو تبقى مضطربة، علشان الموظفين زمامهم خربانة. لكن لو الزمام مش خربانة هتنضبط الأسواق. وعن أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، يعني يستوفيه يعني يقبضه ويضبطه كيلا ووزنا. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. يعني اللي منع عنه إيه؟ إن أنا أدي لك دراهم مقابل هذا الطعام وما نقلتوش ولا كلته، وبعدين أبيعه لآخر مقابل دراهم أخرى، فكأن أنا بعت دراهم بدراهم، بس الطعام كده وسطته في وسط الكلام، لكن لم يحدث قبض حقيقي، فنقع في إيه؟ في صورة من صور الربا، فهمت المسألة؟ لكن لما أقبضه وأنقله يبقى هنا عملت فاصل بين أن يكون الشراء فضة بفضة، فهم؟ لابد أن أوسط السلعة يعني حتى أهرب من موضوع الربا. وعن أبي قال: حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني ايه؟ يعني ينتقل الى حيازته مع ضبط كيله ووزنه. ادي معنى القبض، ينتقل الى حيازته مع ضبط كيله ووزنه. وعن ابي قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن اوس عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف، صرف يعني إيه؟ يعني يفك الدنانير بدراهم، اللي هو تحويل عملة، يعني بيحول العملة الذهبية إلى فضية، أو العملة الذهبية بعملة ذهبية، أو العملة الفضية بعملة فضية، يبقى ده اسمه الصرف. قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. ليه؟ لأن احنا هنبدل مال بمال، يعني ذهب بذهب، ما ينفعش إلا يبقى حاضر. فعشان كده طلحة قال له إيه؟ لما يجي الخادم بتاعي من البيت عشان أدي لك أقبضك يدا بيد. اللي ما ينفعش الصرف ويكون فيه نوع من الإرجاء. فهمت بقى ده؟ في التعامل في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، لأن أجناس ربوية. عشان احنا قلنا الجنس الربوي لابد ان يكون في ايه، اذا اتفق في النوع والعله لابد من التقابل والتماثل والحلول، ثلاث شروط، فهمت؟ فما ينفعش يبقى فيها نسيئه او تاخير في القبض، قبض احد العوضين يعني، لان دي اجناس ربويه. طب الاوراق البنكنوت دلوقتي هل هي جنس ربوي؟
الاوراق الماليه دي اللي هي البنك نوت، ايام ما كان ليها رصيد ذهبي كانت جنس الابو، لما عوموها وغرقوها سنه حاجه و70 1900 حاجه و70، عوموا العملات وما قالوش لها رصيد ذهبي، ما بقتش جنس الابو، فاهم؟ يبقى ما فيهاش اشكال. يعني ممكن ادي لك مثلا $1000 دلوقتي وتقول لي هجيب لك ايه جنيهات مصريه قيمتها بالليل، ما يجراش حاجه. لكن قبل كده ايام ما كان ليها رصيد ذهبي ما ينفعش، ما ينفعش اديك $1000 وتجيب لي قيمتها بالليل، لازم دلوقتي يدا بيد. فهمت بقى ازاي؟ لكن هي لما صارت ليست جنسا ربويا لانها ليست لها رصيد ذهبي، يبقى ممكن ادي لك دلوقتي 1000 جنيه استرليني واقول لك ايه عدي عليا بعد ساعتين ولا بالليل ولا بكره وهات لي قيمتهم بالجنيه المصري. ماشي، مش هيبقى ربا. ليه بقى؟ لانها ليست جنسا ربويا، الاوراق الماليه حاليا ليست جنسا ربويا لانها ليست لها رصيد ذهبي ولا فضي. واحنا قلنا الذهب والفضه في بعض العلماء وهم قله، منهم ابن تيميه قال ايه؟ قال كل ما كان ثمنا ثمن يبقى جنس ربا. الثمنيه، قال العله الثمنيه مش النقديه، فاهم؟ ده ابن تيميه الوحيد. فابن تيميه الوحيد خالف اجماع المسلمين، الوحيد اللي قال العله الثمنيه، فاذا كانت تستعمل كاثمان يبقى تفضل. لكن كل العلماء قالوا العله في الذهب والفضه هي النقديه، كونه ذهب او فضه، وليست العله كونه ثمنا لغيره. فهمت ازاي؟ والباقي بقى الطعميه عند الشافعيه او الكيل او الايه او الدخار والطعميه عند المالكيه او الكيل والوزن عند الاحناف، زي ما قلنا العلل بتاعت الاجناس الربويه. فخد بالك هنا الصحابه كانوا فاهمين، تجار بس فاهمين. فهنا بيقول لك ايه عن مالك بن اوس انه قال من عنده صرف، مين يصرف لي هذا الايه الدراهم او الدنانير؟ فقال طلحه انا حتى يجيء خازننا، بس ما اديكش الوقت ولا نتعامل الوقت، اما يجي الخازن عشان تبقى بايه كله حاضر يدا بيد. حتى يجيء خازننا من الغابه. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زياده. فقال اخبرني مالك بن اوس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد. الذهب بالذهب ربا إلا إذا كان إيه هاء وهاء، يعني يدا بيد بالقبض، يدا بيد يعني إيه حتى تمتنع عن ربا اليد، يتم القبض يعني حتى لا يكون في ربا اليد، وهاء وهاء يعني حاضر فلا نسيئة، وكمان مش كده وبس، ومثلا بمثل. في روايه تانية بقى مثلا بمثل، روايه عباده بن الصامت قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. هاء وهاء اللي احنا بنقول ايه في اللغه بتاعتنا هات وخد، هات وخد يعني قبض، يقول لك هات وخد. فهمت ازاي؟ والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء، لان كل دي اجناس ربويه. باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. وعن ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. احنا قلنا يقبض يعني ايه؟ تنتقل حيازته بالضبط كيلا ووزنا الى المشتري ثم يتصرف به بعد ذلك. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. يعني ايه؟ يعني ان كل بقى مبيع سواء كان طعام او غير طعام، لان بعض العلماء قال لك هذا في المطعوم دون غيره، اللي ما حسين ابن عباس قال لا، لان في كل ما يباع.
وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني يستوفيه بمعناه يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. احنا قلنا طعاما جزافا يعني ايه؟ يعني بغير كيل، اشتراه اولا بغير كيل، ما يتصرفش فيه حتى يؤويه عنده ويكيله. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم، يعني ينقلوه كيلا ووزنا الى رحالهم حتى يتصرفوا فيه بعد ذلك. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. يعني أنا اشتريت حاجة من البائع وسبتها عنده وقلت له هاخدها منك بعد يومين واشترينا خلاص، فهلكت عند البائع تكون في ضمان البائع. إذا هلكت عند البائع إيه؟ تكون في ضمان البائع. واضح؟ ده عند الشافعية والأحناف، والراجح عند الحنابلة كمان، وقول عند المالكية. واضح؟ واللي عليه القانون المصري عليه، عشان العيال يقول لك احنا ما بنحكمش بما انزل الله. القانون المصري كله فيه حكم بما انزل الله، اما موضوع بقى قطع يد السارق علشان موضوع المجاعات اللي الناس فيها مأجلين، وموضوع الزنا واثبات الزنا والحاجات دي قال عشان في طعن في الشهود هنأجل ايه الحدود، لان ممكن انت تأجر لك 4 شهود يحلفوا بيمين الله ان شافوا اصلح الصالحين بيزني يقوموا يرجموه، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ فقال لك خلاص ادراوا الحدود بالشبهات، الشبهة واقعة في الشهود والبينات. فهمت ازاي؟ فارجعوا الحدود. فعلشان كده الاحكام بما انزل الله، ده هم لو حكموا الوقت بالحدود في زمن شبهة يبقى بيحكموا بما لم ينزله الله، لأن الله قال ادراوا الحدود بالشبهات، وإحنا بقينا في زمن شبهة في البينات وشبهة في الإيه؟ في أمانة الناس وشهادة الناس بعضها على بعض. فهمت؟ وبالتالي حكاية إيه؟ يعني كذب إنه يوحوا للشباب الصغير المغرر بالمساكين إن القانون المصري ده أصلاً متاخد من القانون الفرنسي، وإن إحنا بنحكم بما لم ينزله الله، وإن الشعب إذا رضي بذلك يبقى كفر، كل الكلام اللي بيقوله سيد قطب ده في الظلال، كل دي أوهام. لا أروا تاريخ التشريع المصري ولا تاريخ التشريع في البلاد العربية كلها. الإمام السنهوري اللي وضع حتى القوانين للعراق ووضع قوانين مصر واخدها مستقيمة من الفقه الإسلامي، سواء قوانين بيوع او احوال شخصيه او كل ده موجود من الفقه الاسلامي. انت هتدور كل قوانين البيوع اللي احنا قاعدين بنقراها دي كلها القانون المصري عامل بيها. فهمت ازاي؟ وبالتالي احنا عايشين في امان بحكم بما انزل الله، لكن بالصوره التي تتطور للعصر بس. ادي كل الحكايه. يعني انت لو اشتريت ثلاجه من محل وقلت للمحل ده هتهالي بعد يومين، حصل حريقة في المخزن فاتحرقت كل البضاعة وانا كنت دافع الثمن، الضمان على مين؟ على البائع قانونا وشرعا. فهمت بقى ازاي؟ ادي كل الحكاية. عشان كده اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. يعني خد بالك، يعني انت دلوقتي اشتريت بقرة والبقرة دي حامل وفضلت عند البائع مدة 2-3 أسبوع على ما يسلمها لي، فولدت عنده. فهم؟ يبقى اللي ولدته تبعي برضه، تبع المشتري. فهمت؟ مش يقول بقى ايه، ما انا شاريها حامل اصلا، شاريها باللي ببطنها. فهمت ازاي؟ او مثلا ايه، جبت فراخ والفراخ باضت
فهمت ازاي؟ او كل ده تبع ملكي، ملكي بس عند مين؟ عند البائع. وعن ابي قال حدثنا فروة بن ابي المغراء قال اخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة يعني الهجرة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، يعني لم يرعنا لم يفجأنا يعني إلا وقد أتانا ظهرا، يعني في وقت كان النبي لا يجيهم فيه. فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر، لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك، عايز يقول له كلمة سر يعني، أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتايا يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج يعني في الهجرة يعني؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يعني الصحبة إذن. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. يبقى اشتراها النبي منه وتركها عند مين؟ عند البائع. هو جايب كل الحديث ده إنك أنت ممكن تشتري الحاجة ويتم العقد ويظل المبيع عند البائع في ضمانه، في ضمان البائع. باب لا بيع على بيع أخيه، لا يبع لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، يعني ما ينفعش اتنين قاعدين بيتفقوا على بيع وبعدين بعد ما اتفقوا كده بلحظة واحد قال للتاني انا هشتري دي بعشرة وقال قال له موافق، تروح انت واقف كده تقول له انا هاخدها ب11. طب ما هم خلاص اتفقوا هاخدها ب10 كده، اما تبيع على بيع اخيك هتعمل عداوة بينك وبين اخوك يزعل منك، فده يؤدي الى العداوة. وبالتالي اذا تم البيع او في اثناء السوم كمان قاعدين بيتفقوا مع بعض دي ب10 طب ما تداني ب9 طب عشان خاطري ب9.5 طب، وهم قاعدين بيتناقشوا كده ما تخشش انت، سيبهم بقى خلاص، لا تسوم على سوم اخيك ولا تبع على بيع اخيك، لان هذا وكذلك لا تخطب على خطبة اخيك. في الزواج برضو واحد رايح بيتكلم على بنت وبعدين هم وافقوا خلاص واتفقوا على المهر، تيجي تقول لهم جوزوهن انا وحديكم مهر اكتر، الله ايه ده، ايه الكلام ده، دي عداوة، تعمل عداوة بين الناس. فهمت بقى؟ يبقى لا تخطب على خطبة أخيك ولا تبع على بيع أخيك ولا تسوم على سوم أخيك، السوم اللي هو لسه الاتفاق على السعر. لكن لما يترك بقى ومشي، هم ما اتفقوش ومشي، لك أنت تشتري بقى معه وتسوم بقى خلاص. فهم؟ علشان كده إلا أن يترك أو يأذن. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. الحاضر ده اللي هو قاعد في الحضر عارف احوال السوق، فلما يجي يبيع للي جاي من البادية هيبيع بسعر غالي عشان يكسب، لكن اللي جاي من البادية ده ما عندوش تكاليف بيربي في بيته، وبالتالي لما يجي يبيع هيبيع بضاعة رخيصة شوية، فلما يجي بتاع الحاضر ده يقول له انا هبيع لك معناه هيغلي البضاعة اللي المفروض كانت تبقى رخيصة على الناس، فيؤدي الى غلاء الاسعار على الناس. فنهى النبي أن يبيع حاضر لبادي، يعني سيب أهل الأرياف اللي جايين من الأرياف كده وحيبيعوا في السوق وجايين بالفرشة بتاعتهم يبيعوا هم نفسهم، يبيعوا بعد ما يجوا السوق يبيعوا هم نفسهم، هتجد البضاعة بتاعتهم أجود وأرخص شوية عن البضاعة اللي موجودة في السوبر ماركت، لأن السوبر ماركت ده بقى في الحضر بقى
وهو لا مرتب الاسواق وعارف الدنيا ايه، وقاعد بقى بيغلي بقى ويعمل على الناس. لكن اللي جاي من الارياف ده يعني جاي بيعرض السعر، لا عليه ضرائب ولا عليه محل ولا عليه كهرباء ولا عنده موظفين، فلان كل ده بيتحمل على البضاعه فبترتفع سعرها. انما التاني قاعد كده اهو، واخد بالك، ده لا عنده موظفين ولا عنده محل ولا سجل تجاري ولا عليه ضرائب ولا، وبالتالي هيبيع البضاعه ارخص. لما يجي الحضر ياخدها منه يبيعها له يبقى هيغليها اكتر. فهمت؟ فنهى النبي عن ذلك. يعني كل وسيله تؤدي الى غلاء الاسعار ينهى عنها الشارع. نفهم من كده يبقى العله هنا ايه؟ العله هنا حتى لا تغلى الاسعار على المستهلك. فهمت بقى ازاي؟ يبقى المفروض ان وظيفه المشرفين على الاسواق ان هم يمنعوا اي سبب لغلاء الاسعار على المستهلك بقدر الطاقه. لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يذن او يترك. احنا الحديث الثاني في هذا الباب، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد. حاضر اللي هو حيعيش في الحضر، والبادي اللي جاي من الباديه. ولا تناجشوا، وهيجي باب النكش مخصوص هنشرحه. والنكش خلاصته انك انت ترفع السعر في بضاعه انت لا تريد شرائها حتى ترتفع وتغري غيرك على شرائها بسعر اعلى، ده اسمه النكش. ولا تناجشوا، يعني ارفع سعر البضاعه وانا لا اريد شرائها حتى اغري غيري ان يشتريها بسعر اعلى، ده اسمه ايه؟ النكش. ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. يعني راجل متجوز وعايز يتجوز واحدة تانية، تقول له مش هتجوزك إلا لما تطلق الأولى، يا تقبليه كده يا إما تقولي له شكر، إنما ليه تخليه يطلق الأولى؟ فاهم؟ ما ينفعش. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، عشان تاخد كل النفقة اللي مع زوجها ليها هي وتحرم الأولى وأولاد الأولى. فهمت؟ فنهى النبي، لأن هذا كل هذه الصور تؤدي إلى الظلم. كل هذه يبقى أي صورة تؤدي إلى الظلم أو رفع الأسعار على الناس أو إفساد ذات البين ينهى عنها الشارع مطلقا كده بقى. وقص على ذلك أي شيء بقى يتطور في الحياة، اي حاجه يؤدي الى فساد ذات البين، رفع الاسعار او يؤدي الى نوع من المظالم، هذا كله ينهى عنه الشارع نهي تحريم. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.